أولى محطاتنا الصباحية لليوم كلياتنا، يعني بنحب فصل الصيف لأنه بنحب الألوان اللي بتزيد يمكن من جمال إطلالتك. نحن متعودين بالشتاء الألوان الغامقة، بالصيف الألوان الفاتحة الفرفوشة نوعا ما. كل صبية بتطمح لتحصل على إطلالة جميلة، وقرب العيد فكل الصبايا حابين يكونوا بإطلالة مختلفة، يعرفوا شو بيناسبهم بفصل الصيف ومع العيد وآخر خطوط الموضة. معنا مصممة الأزياء، بدنا نرحب فيكي منار الخطيب، بدنا نحكي عن هذا الموضوع أكثر. يسعد صباحك. صباحكم يا رب. هلا فيكم. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي منار. يعني خلينا نبلش، نعرف انه هذا موسم الصيف بشكل عام هو موسم المناسبات، موسم الالوان وموسم السهرات والاعياد والفرح. أكيد. ان شاء الله يا رب يعيدوا على الكل بالخير. خلينا نبلش السنه، شو في جديد وخصوصا بما يخص المناسبات؟ يعني هلا نحن اول شيء بتكثر الاعراس وبتكثر المناسبات مثل ما انت حكيتي. صحيح، مزبوط هذا الحكي. نحن جايين على موسم صيف وموسم اعياد، عيد أضحى كريم، وبنفس الوقت مناسبات وسهرات. هلا بما يخص السهرات، نبلش بالسهرات. السهرة دارج البيت، رجع البيت اللي نحن ممكن نشوفه كان موجود ورجع بطريقة مختلفة. صحيح. تمام. الشيء اللي كنا نشوفه بالقبل كنا نشوفه دارج على لونين، تلاقي البيت صاير شانجا، يعني يعني في له حركه معينه بتعمليها. على الوش الاولاني بيطلع لون، على الوش الثاني لون ثاني. تمام. هي بالنسبه لل، على فكره هي كثير حلوه، والفستان بيعطي يمكن تغيير، بيعطي شيء رصفي بين تماما، يعني ما بيطلع تقليدي. كان الاسود والفضي مع بعض فبتلاقيهم عامل ميكس كثير حلو، بيعطي هيك مثل ضويه بين الفضي وبيطفي من الفضي باللون الاسود. هي من الشغلات اللي موجودة كانت سابقا وبعدها محافظة. عندك راجع السيلان والشكل، بس الشكل اللي جاي فيه الطريقة كنا نحن نشوفه يعني لون واحد، هلا صرنا نشوفه ألوان. يعني هلا في موضة جديدة إنه اللي هي درجت على قماش الفلور والقصص هي اللي تشوفيها كتير ألوان ببعضها. هلا صرنا نشوف هذا النمط موجود على الهوت كوتيور، على السهرة أكثر. عرفتي ايش من الشغلات كمان اللي دارجه؟ عندك المواد اللي اختلفت نوعا ما، صرنا نشوف الصدف، صرنا نشوف المعادن موجوده، صارت القطعه تبع السهره. نحن هلا عم نحكي تكنيك موضه، القطعه تبع السهره بتلاقي فيها معادن، بتلاقي فيها يعني القطعه واحده صار فيها اكثر من 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 فكره. صحيح. اكثر من ماده، يعني مثل ما ذكرت ممكن تلاقي البيت والسيلان والصدف والمعادن موجوده بقطع، تلاقيها كرسمه، ما عاد صفى انك تلاقي بس انه التقليدي انه نحن بس على النول وشكل واحد ست واحد. تماما. نوعا ما هلا بلشت تطلع موضه جديده وتغيرت، فينا نقول طلعنا شوي. اللباس الهندي او الالبسه الهنديه بتلاقي فيها نقوش والوان كثير. تمام. فمتجهين للاتجاه شوي الستايل الهندي اللي بتلاقي فيه اكثر من ماده واكثر من نقش. ويمكن حتى مش فقط فينا نقول الالوان اختلفت، كمان القصات، يعني عم نشوف بروز بالقصات مختلفه بفساتين السهره، عم نشوف في حركات مختلفه، في جرأه تماما كثير كبيره. هلا كنا عم بسكر اول شيء الستايل الهندي على شو بيعتمد بالطراز اللباس تبعه؟ على القطعه اللي لعند القطعه الفوقانيه اللي هي لنص البطن. تمام. لانه هن بيحطوا السيري وبيلفوا. نحن من الموضه اللي اخذنا اللي اتاخذت من الستايل الهندي اللي هي القطعه الفوقانيه اللي بتلبس مثل التيشيرت اوقات. نحن موضه الكنز النص كم النص بطن، هي موضه كثير لهالسنه، حتى على الهود كوتيور هي موجوده. بتلاقي الفساتين صار لها فتحات. صحيح. تمام. عند البطن بتلاقي الربطه، يعني هذا ماخوذ كلياته من الستايل الهندي. نحن ان كان بريتا بورتي، يعني الالبسه الجاهزه ولا الهود كوتيور ثياب السهره، هي بالاساس نفس روح القصه، بس نحن مطورينها انه هي بالشكل هذا للباس ليلي خارج المناسبه، هون خرج لباس نهاري وعملي ويومي. هي بالنسبه للقصات، فهن مرتبطين باللوك العام. صحيح. الشيء اللي دارج اللي نحن اخذينه من الموضه الهنديه، فهون بنبلش كيف فينا نختار القصات.
طيب منار كمان عم نشوف هلا اللي هو اللون الواحد ما عاد موجود، يعني كان مثلا كل سنه يطلع لون معين يقولوا موضه السنه مثلا الاحمر تمام. فتلاقي الاحمر بكل شيء، هلا عم نشوف اكثر من لون، ولكن في خليني اقول شوي بعض الالوان اللي عم بتكون طاغيه بس مو لوحدها، عم نشوف كمان الوان جريئه ما كانت اللبس سابقا، اورانج مع احمر، عم نشوف الازرق مع الاخضر، يعني الوان الناس ما كانت تستسيغ انه تلبسها قطعتين مع بعض، صرنا عم نشوفها موجوده، فخلينا نحكي شوي عن موضه الالوان هالسنه. هلا هي نقطه كثير حلوه اللي ذكرتيها، كان كل سنه تلاقي مثل ما ذكرتي مثلا اللون فرضا الاورانج مع الزيتي يكونوا ست دارجين مع بعضهم، ويستمروا مثلا سنه سنتين كثير يكون ترند وبعدين يرجع يخف تدريجي. هالسنه سنه الالوان كلها حتى بالفلور، اذا انت يعني تكنيك الموضه تبع القماش اللي طلعت، لانه كل مصمم بتلاقيه مدخل نمط معين من الالوان تماما على عروض منصات الموضه، هي نقطه. فاجتمعوا المصممين العالم كله انه هالسنه او السنين اللي جايه هي عباره عن مجموعه لونيه. في 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 فكره كثير حلوه بتشوفيها، من وين هي مبتكره؟ بتطلعي انت على الورد وانت بتكوني بجنينه، فبتلاقي الجنينه هي عباره عن شو؟ عن عده زهور ملونه، بتلاقيها كلها متناسقه حلوه مع بعضها. فبتلاقي انه لحتى يدخلوا الفرحه، شو هي الشيء اللي بيدخل الفرحه؟ انت وقت بتشوفي اي منظر طبيعي فيه اللون او مجموعه الوان، هي مجموعه الالوان على فكره بتعمل نوع من الراحه او من نوع من التوازن النفسي. فمن هون بتطلع بتبلش موضه الالوان تماما. فهذا النظام او هذا الترتيب هو بيخلق من الحاله النفسيه حاله كثير استقراريه على فكره، وبنفس الوقت بتعمل توازن وبتعطي تفاؤل للحياه. هي بالنسبه للون، الالوان تنسيقتها مع بعضها ليش هلا عم تشوفيها؟ الموضه بتتطور تمام، وشو التاثير النفسي اللي ممكن يلعب على المجمل او الرؤيه العامه، فمن هون بتخلق الموضه، هاي نقطه. وشو المواكبات للجو العام كجو عالمي وشو تاثيراته، من هون بيخلق اللون، لانه اللون هو له تاثير نفسي بالدرجه الاولى تمام. تناسق الالوان هلا عم تشوفي الاحمر مع الفوشيا تمام، هدول لونين كثير حلوين مع بعض، هن دارجين من 4-5 سنين مع عروض الازياء، هلا صرنا نشوفها بالسوق العالميه اكثر، صارت الناس تتقبل الاورانج مع الفوشيا يعني. تماما، هي الموضه اول ما بتطلع على عروض على منصات العروض بتطلع بدايه بده العالم تتقبل، فمعامل القماش بتبلش وقت بتنطلب بالالبسه الجاهزه فبتبلش تصنع هي. فهي المنصات العروض لتأهل للناس تتقبل هيدا الشيء الجديد الموجوده اللي ما كانت موجوده من قبل. هلا ميزتها هي حلوه الالوان، هي بتعطيكي طاقه، بتعطيكي روح جديده، اذا كنتي متضايقه بتلبسي بتغيري شوي عن نفسك. صحيح صحيح. طيب خلينا نحكي، كثير من الصبايا والسيدات بتقول لك انه انا لبست فستان السهره هالمره ما فيني البسه مره ثانيه، لا ممكن فينا نوعا ما مثلا هلا لانه التكاليف صارت كمان يعني نوعا ما مع الغلاء، يعني ما عاد في الناس بقى تتكلف مثل قبل، فممكن الصبيه اليوم تمسك الفستان تعدل فيه تعمل فيه حركه مختلفه لتقدر تجي مره ثانيه تلبسه بمناسبه اخرى. حلو السؤال، لانه قطعه السهره كثير غاليه فكثير هلا انه اوقات بتلاقيهم مايلين للسبور شيك. صحيح تماما. صحيح. ما عاد تكلفوا على القطعه زياده. هلا دائما اذا في فستان سهره، هلا كنا في شغله عم نحكي قبل شوي انه دارج الصدفيات، دارج المعادن، دارج المواد الاكسسوارات المختلفه، دارج مثلا عندك القماش المقصقص اللي بيجي بناخذ على شكل الورود تماما، بناخذهم يعني كل شيء هذا نحن محرق تقريبا، نحن بنحرقه وبنفرغه وبنساوي منه اشكال. اي فستان سهره فيك تقدري تعدلي فيه بالمعطيات او المواد الجديده، ممكن اذا كان فرضا كم تعمليه حفر تلعبي شوي على القصه، اذا كان طويل تعمليه قصير، الشك ممكن اوقات تضيفي عليه مواد جديده تدخليها، او نحن نسينا نذكر الستراس مثلا الالماس، اوقات ممكن يكون بيض، اوقات ممكن انت تاخذي شقفه
من الفستان وترجعي تعيديه على خياطة فستان تاني، تجيبي قماشة ساتان أو كبير، مو بالضروري إنه يكون كله شيك، لأنه أو هلا يعني الموضة ما عاد صفة إنه أنت خط معين، مثل الألوان نفس الشيء، بتلاقي لونين مع بعض، كمان بتلاقي بالنسبة للقطعة قصة معينة أو شكل أو تطريزة أو رسمة، تاخديها من هالفستان وترجعي تقصيها وتاخدي قماش سادة وترجعي تعدلي عليه وتحطي رسمات معينة من القطعة الشكل اللي أنت أخذتيها، وترجعي تكمليها بمواد إكسسوارات، ما هي هي عملية تنسيق بالأساس، إحنا بنسميها إعادة تدوير القطعة إن كانت سهرة ولا بريتا بورتي، هي إعادة تنسيقها وتعرفي كيف أنت تدوريها على حسب ذوقك أنت، أنت شو بتكوني ميال، بس اختيارك للمواد هي بدها تكون على حسب تيار الموضة، يا هي شيفون مثلاً أو ساتان أو كبير، دور القماش هو اللي بيلعب، القماش هو اللي بيلعب دور أكثر. كمان يعني شفنا مثلا السنة الماضية واللي قبلها طلع موضة كتير الفساتين اللي بتكون قطعة واحدة وكلها القماش كأنه هو منه في البريق يعني عميل مع كله، وقماش قاسي ما نوطري. شفنا خليني أقول شوي القصات انه مثلا قصير من قدام رجع موضة، طويل من وراء، كل فترة بيطلع هيك قصات معينة بتاخد ستايل، أو فستان ناعم كله وبس مثلا شقل عند الركبة أو فوق الركبة بشوي، يعني خلينا نقول شو القصات كمان السنة اللي رح نشوفها موضة. دايما المناسبة بتحكم، دايما في شيء اسمه أهل العروس والعريس ورفقاتها، دايما أنا برأيي الصبية أو البنات دايما وقت بيكونوا هن حضرانين، يعني شو بيكونوا بيخصوا العروس والعريس، تمام؟ فالستات دائما بتحسي انه القطعه تبعهم مياله اكثر للشغل اكثر لتبين كمان ظهور الام واخوات العروس، بتلاقيهم اوقات لابسين مختلف عن المعازيم، اذا كانت مثلا فرضا عزيمه ما بتقربك زياده، فاوقات بتضطري تلبسي فستان كثير سمبل وعليه مثلا شيك من هون، وهي موضه، يعني الموضه ما هي حكر على كل شيء القطعة شيك من فوق لتحت، لا، أوقات ممكن تكون كتير سمبل وفستان طويل ويكون عليها عرق من عند الصدر، يكون مثلاً من الظهر وتكون من هون سمبل، القماش هي كتير اللي بتلعب دور، هاي بالنقطة الأولى. قرابتك للمناسبة اللي أنت رايحتي لها، الناس اللي بتخصك كمان هي بدك تحطيها بعين الاعتبار، شو طريقة اللبس اللي بدك تلبسيها، تمام؟ كتير سهرة ولا إنه كتير ميالة لللوكس أو السبور شيك شوي أكتر، هذا كتير بيلعب دور. بالنسبة لهدول اللي كنت عم تذكريهم مشان الفساتين القصيرة الشك، هدول إن كنتي يعني ناس بتخصك بعيدة ولا قريبة، طول ما كان الفستان لعند الركبة قصير بتكون يعني هدول للناس اللي كتير بعاد، يعني رفقاتك ما بيكون مثلا قرايبينك من بنات خالاتك عماتك، دائما وقت بتكون القصه قريبه لإلك بدك فستان طويل، طويل صحيح، تمام؟ اما وقت بيكون القصه المناسبه بتخص غيرك بدك فستان قصير مرتب، عرفتي؟ حتى لو كان سبور شيك مو ضروري يكون فيه شك صحيح. وفيه قصص اكسسوارات ومواد. بالنسبه للفستان الشيك هذا ان كان قريبه ولا غريبه فيك تلبسي، وهذا مو بيبطل، هذا جاي القماشه منه فيه، لانه فانت ودك تقطعي القماشه بتقطعيها رول كامل، ما بتجي يعني ما بيجي مشغول نول تماما البيت، يعني قطعه قطعه او سيلان بتفوت بالسناره وبالقماشه، لا، هداك بيجي محيوك على المكنات، فانت ممكن تقطعيها وتخيطيها بالطريقه اللي ممكن انت تعجبك. طيب خلينا نحكي عن الاكسسوارات، اليوم عم نشوف الاكسسوارات كمان لها حصه كثير كبيره باطلاله الصبيه وخاصه بالسهرة، يعني عادة كنا نشوف مثلا فستان كتير مشغول عليه بتلاقي الاكسسوار ناعم خفيف، اليوم لا، عم نشوف في اكسسوار مرافق للفستان، عم يكون في جرأة بالاكسسوارات. مظبوط، لأنه بالأساس القطعة حتى لو فيها شك في شيء اسمه نسبة يعني تنسيق بين القطعة التحتانية والقطعة الفوقانية، يعني هون الوش بده يكمل القطعة اللي تحت اللي انت لابستيها بالكامل، اكيد اذا فيها شك كثير ولبست كوليه كثير فيه الماس وهذا بده يطلع لا بين الفستان ولا بينت القطعة. الاشياء الناعمة بتتناسب مع الاشياء السمبل البسيطة بالنسبة للفستان،
اللي ما كتير يكون فيه حركه، حتى لو لبست الكوليه العادي، ما هو حتى لو لبست سيمبل هلا كنا نذكر قبل شوي ولبست شيء كتير كبير فغطت هي القرنه ببين صار موديل، الفستان صار بهذا العقد موديل، تمام؟ فصرتي تستغني عن اي شيء مواد محطوطه على القطعه. اما انت الظاهره اللي عم نحن عم نشوفها دائما بتشوفيها على قرايبين صاحبين المناسبه، تماما هو ما نو شيء كثير صح، بس دائما نحن وقت بنشوف على الفنانين وكذا بتلاقي انه بالمناسبات الرسميه اللي بيكونوا حضرانين في يعني تنسيق واضح كثير حلو ومرتب بتلاقي بين الكوليه والمواد والاكسسوار، ان كان مع الخاتم ان كان مع الكوليه ان كان مع الحلق بالمساحه الفاضيه. هون اوقات وقت تكوني لابسه كت فرضا، اذا كان كت عليه من قدام شيك ما لازم تلبسي شيء اكسسوار كثير قوي، ولا حتى بالمفروض يكون بكفي كان الحلق مثلا. فهي القطعه هي اللي بتحكم انت شو بدك تلبسي. كمان منار خلينا نحكي اليوم كمان موضة الأحذية بما يخص إن كان السهرة أو إن كان العادي، هلأ صرنا نشوف مثلاً كان الألوان الفضي والذهبي أكثر شيء بنشوفهم بالسهرة، هلأ صرنا عم نشوفهم بالأيام العادية مرغوبين وعم يتاخذوا وعم ينعمل منهم صنادل حلوة بالصيف تلبس. خلينا نحكي شوي عن الشيء الغير تقليدي كمان اللي صار موجود بالنسبة للأحذية. هلأ نحن أنت عم تحكي على الشوزة، إن كان على الشوز وإن كان حتى هلا على الكنزات على التيشيرت على البناطلين، التياب السهرة عم تتدخل شوي بنهار. يعني أنت فيك التيشيرت ممكن تلاقي عليها مثل اللي لابستها أنا كلها ستراس، هلا هي بتلبس بنهار وبتلبس بالليل، صح. تمام. الشوز كمان بس الشوز في شوزات كتير الستراس تبعه مبالغ فيه كتير، تمام. بس هذا ما عم يلبس بنهار، يعني كتير درجة أنا كتير حبيت الصراحة. لا يعني أنا مالي مع بنهار، بس هي طبيعة المشوار أو الطلعة هي اللي بتحكم إذا هذا خرج تلبسيه ولا لا. يعني حتى لو كانت بنهار، عرفتي كيف؟ مثلا مثل فطور، تمام، وقت بيكون فطور نسائي أوقات بتلاقيهم كل واحدة يعني بتلاقي إنه عندها ميزة إنه أنا هي موضة ما بتكون عندها سهرات. لا وعم نشوف مثلا الشوز بيكون فوشي، يعني عم نشوف عليه ستراس، ما هو اساسا لونه كثير قوي، يعني وعم تشوفيها مثل ما قلتي مثل المناسبات بالصباحيه هيك عم تكون معجوقه شوي. تماما، هي المناسبه برجع بقول لك هي اللي بتحكم طريقه اللبس. تماما، هي نقطه الموضه لانه دارج على الثياب فهي عم تلاقيه على الاكسسوار. وعلى فكره الستراس عم تلاقيه حتى على الشناتي إذا لاحظتي، عشاناتي وبألوان فاقعة، صحيح. هي موضة الألوان القوية بكل شيء، يعني الأحمر على فكرة حتى الفوشيا، الفوشيا الضارب اللي كنا نحن هلأ كثير موضة، هو والأورانج الضاوي والأخضر الفسفوري، يعني درجات الفسفورية ردت رجعت بقوة، صحيح. لهالسنين يعني نتمنى نكون هيك منار اليوم عطينا الناس شوية أفكار حلوة، مو بس أنه عن الألوان والموضة وعن كمان كيف ممكن ينسقوا تيابهم أو حتى يعيدوا استخدام أكثر من قطع. بدنا نشكرك على هالصباح وشكراً لك. صباحكم يا رب. شكراً لإلك الجميلة مصممة الأزياء منار الخطيب على وجودك معنا، شكراً كثير حبيبتي.